عن هذه التحديات تنضم إلينا من إيلين بولاية تكساس عبر سكايب السيدة صايمة الشيخ المتحدثة باسم الطائفة الأحمدية في الولايات المتحدة. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج اليوم. لقد تحدثتم عن موقفكم من التيارات الإرهابية، ولكن ما هو موقفكم من تيارات متشددة تعتبر نفسها ممثلة حصرية للجالية المسلمة؟ شكرا على استضافتي. المجموعات المتشددة تستخدم الدين لتبرير أفعالهم، وحقيقة كان أن هذا يتم باسم الإسلام. إنها أيديولوجية غير إنسانية، ليس علاقة بالإنسان. لو نظرنا إلى ما يدرسه لنا الإسلام، لو نظروا إلى القرآن الشريف الكريم وسيرة النبي محمد، سنجد أن المسلمين الأوائل لم يقوموا بالحروب أو العنف ضد الآخرين، وكانت كل حروبهم دفاعية، ولم يقوموا بأعمال عنف ضد الآخرين. المجتمع المسلم يدين الإرهاب والعنف ضد أي شيء، خاصة من الآخرين من الديانات الأخرى. طيب سيدة صايمة، يعني عندما تتحدثون باسم المسلمين المناصرين لمدنية الدولة، ماذا تقصدون بذلك بالضبط؟ كأعضاء للمجتمع مجموعة الأحمدية، نحن نؤمن بالمخلص، ونؤمن أن هناك فصل بين الدين والدولة، وأن الإسلام لا يطلب نوع معين من الحكم، ولكن يطلب العدالة. النبي محمد لم يفرض الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، كان يؤمن بمجتمع متعدد الأطراف، ولا يوجد إكراه في الدين، وبالتالي الإسلام الحقيقي يدرك أن العدالة وليس الدين هو الذي العامل الذي يحكم المجتمع. ولكنكم يعني بموقفكم هذا من التيارات الدينية المتطرفة ربما تفتحون جبهة فكرية مع تنظيمات متشددة، هل أنتم واعون لحجم هذا التحدي؟ نعم، نحن نعلم ذلك، ونعتقد أننا نستطيع أن نهزم هذا التحدي لو قدمنا التعليم الحقيقي للإسلام. هذا هو ما تعلمناه من زعيمنا الديني ميرزا مسرور، الذي يروج للسلام والإنسانية، وكتبه وتعاليمه تدعو إلى عبادة الله الواحد، وقمنا بعقد كثير من الندوات التي تبرز الرسالة السلمية للإسلام، ونحن ندعو الأمة الإسلامية أن ينضموا إلينا إلى هذا الجهد بحيث نتوحد ضد هذه الأيديولوجية المتطرفة. طيب سيدة صايمة، في رأيك يعني ما هي أهمية الدور الذي يمكن أن يطلع به رجال الدين المعتدلون في هذا المستوى من المواجهة ضد التطرف؟ نحن قلقون بسبب هذه الأفكار المتطرفة، ونعتقد أن التعليم هو المفتاح لهزيمة هذه الأيديولوجية. ولذلك المجتمع الأحمدي في الولايات المتحدة أطلقت حملة للوعي العام حول الإسلام الحقيقي. هذه الحملة تهدف إلى الفصل بين الإسلام الحقيقي والتطرف، وأن يوحد المسلمين الأمريكيين عبر الإسلام الصحيح كما علمه لنا الرسول محمد، وأيضا تبرز الأمور التي يستخدمها المطرفون. مثلا الإسلام الحقيقي
يرفض ويدين الإرهاب ويروج المساواة والتعليم وتمكين النساء، ويؤمن بالفصل بين الدين والدولة، ويدعو إلى حرية العقيدة، وأن المسلمين يجب أن يكونوا ولاءهم للدولة التي يعيشون فيها، ويمكن أن تتعرفوا ذلك من خلال موقع على الإنترنت. أشكرك شكرا جزيلا صايمة شيخ، المتحدثة باسم الطائفة الأحمدية في الولايات المتحدة الأمريكية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.